السلام عليكم، معكم ملاك. هذه 3:30 ديال العشيه وانا غادا للخدمه. طبعا انا راكبه على بسكليته ديالي جوج رويض، والدري المساعد ديالي عيسى هو مسكين اللي جار ليا العربي ديال شي. السلام. هو السلام عليكم. المهم لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. مرحبا بكم. مرحبا بكم. المهم انا غادي مهم سمحوا لي على دوك الصداعات ديال القبيلات، عارفكم ما غاديش تسمعوا مزيان. اليوم غادي نشارك معكم شي لقطات من الخدمه وانا خدامه. طبعا نتمنى انها تعجبكم. باي باي. شروه شروه مرحبا. ما حضرتش الصبرو. خذ لكم كوموندا. تمام سيدي. واش قلتي هذا ولا قلتي هذا؟ لا ما قالهاش، ما قالتهاش ليا. انا ما قلتهاش ليا، ماشي مشكل، ماشي مشكل، ما قلتيهاش ليا باش نحل عليك. ماشي دابا. اختي صوبي عندك واحد اربعه ديال النوتيلا ياك؟ انا اربعه نوتيلا وديري جوج اخرين، ديري سته، غير اربعه بوحدهم وجوج بوحدهم. يسطا سنوتيلا نفرقهم ياك، جوج بوحدهم واربعه. السلام عليكم. 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 Está bien.
جوج نوتيلا ما نزيد عليك انا هذاك جوج نوتيلا شكرا اخويا
قبالك ما كبرت على داكشي اللي قلتي لي ما صغرت انا عاد ساليت الخدمه مع كل طلاب كبار ودوك الناس اللي كانوا عندي اليوم وعندي في اليوتيوب بغيت نقول لكم بلي انا تشرفت بالحضور ديالكم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وبغيت نقول لكم بالصحه بتوعكم واخا هذا الفيديو ما غادي يوصلكم لبلادكم واقيلا تعشيتو المهم في كلتا الحالات بغيت نقول لكم بصحتكم تهلاو في راسكم السلام عليكم.